السلام عليكم ورحمة الله. طبعاً أنا الممثل مصطفى الشيخ، حنكون معاكم ضيف في برنامج واحد من الناس. حنتكلم المرة هذه في الحلقة اليوم على التارزي أو الخياط، زي ما تبوا تعرفوه، سواء تارزي أو خياط. شوفوا المعاناة متاعها، شوفوا معاملته مع الناس، الأسعار متاعها، شن المشاكل اللي تواجه فيه، شن الأضرار، شكون اللي معبي الشارع، سواء كانوا شبابنا ومش شبابنا. فنشوف ان هي حرفة يعني مفروض من زمان مديرين على بقعة ضوء كبيرة، ولكن الحمد لله جاي برنامج واحد من الناس وحيتكلم على هذه الشريحة. يلا نمشي مع بعض. معي فايق بكري ومتوكل على الله بيفتح محله ويسترزق. شاب ليبي تحدى البطالة وقاهر الحاجة والعازة، يخدم دارزي، يقص ويفصل ويخيط في الملابس ويطرز على قطعة القماش، وبكل فخر قصة كفاحة. وعلى كلام المفكر برنارد شو، إن الخياط هو الرجل الوحيد اللي يتصرف بعقل، ياخذ في قياس الناس أكثر من مرة، والغير ما زال يستعمل في القياسات القديمة. السلام عليكم. طبعا مهنة الخياط مهنة معروفة عالميا يعني، لكن في ليبيا خايفين منها الشباب، بالرغم من هي تدخل في مدخول كويس وما هيش عيب يعني، محصورة على النساء فقط. والمشكلة الأكبر إن كان في معهد اسمه معهد الفنون والصنايع، كان يخرج في شباب يخدموا على هذه الماكينة، أغلبهم طبعا بنات، توا سكر. والمشكلة الثانية اللي تواجه في شريحة التارزي أو الخياط هي النقابة متاعهم، يعني ما عندهمش نقابة، وأكثر مشكلة تواجههم هي هروب الضي. ولكن الحمد لله توا الفترة هذه في ضي كويس، ولكن المعاملة المباشرة بالمواطن أو بالزبون معاملة كويسة يعني، والأسعار في متناول الجميع. خشيت معهم وشفت ان ما فيش ناس يعني متضررة من الأسوام. لكن وجهة نظري يعني، علاش الشاب الليبي ما يخدمش مثلا تارزي؟ هي تعتبر موهبة، كيف يطورها يعني؟ هل هي عيب؟ مهنة الخياطة مهنة عريقة لها جذور وتاريخ، وحتى النبي إدريس عليه السلام كان خياط. الخياطة تشرف كل من يخدم فيها ويعرف كيف يتعامل مع ماكينة الخياطة ويقدر يلبي احتياجات الناس. هي صنعة نبيية، معناها باش بتكون صنعة مشرفة، صنعة مشرفة، صنعة مشرفة، أمورها طيبة، قصدي صنعة كويسة وما تعيبش إن شاء الله، فاهم عليها كيف ولا؟ قصدي ما دام الشباب يشحوا فيها، من شباب يشحوا فيها خدمة نسائية وهي خدمة رجالية، ما فيهاش إشكالية. أو نص الأجانب يجونا يخدموا عندنا رجالة، معناها ما همش نسوين، عنصر نسائي، وماشية والحمد لله، وناس هلبة فاتحة منها بيت ولقمتها حلال والحمد لله رب العالمين. نفرح من نلقى شاب ليبي، خير ما نلقاها مقعمز في شوكة ولا مقعمز في سجن ولا غضيب والدين، وراهو فيها مبلغ مالي كويس، مدخولهم كويس. أنا تو الوقت الحالي شريت بدلة وخيطتها، البدلة بالخياطة بتاعها كلفتني 240 دينار، يعني مش عيب. العيب إنه هو يبيع مخدرات، العيب إنه هو يمشي قاعمس في أماكن سيئة. بلاش ما تخدمهاش؟ والله يعني لو عندي فيها حتى 50% أنا ما نخدم، وما هي عيب، والله العظيم نفتخر بهم، لأن هي تعتبر حرفة، وحرفة ضرورية يعني، زيها زي النحت، زيها زي يعني مساكين اللي عندهم نقابة ولا عندهم حد يحدف عليهم ولا يتكلم عليهم ولا أي حاجة، ولا ما حد يخرج كان فنون الصنايع وتسكر ومشي. ناس برانية جايين هنا في ليبيا يخدموا يطلعوا في القرش، والله خدمتها لكويس وحلال. الحديد هو يعني زي ما نقوله جزء لا يتجزأ من خدمة الخياطة والتارزي يعني. بعد ما تكمل انت خياطتك وتنقيسك للسروال او السورية او القفطان او حاجة،
ترجع هنايا باش انك انت تحددها. والحمد لله تشوفوا في الحديد يعني ماهوش صعب، ماهوش تنزيلة مطور ولا حاجة بتلبزك ولا يعني حاجة بسيطة. لازم نشوف فيها هنا بصراحة يعني إنسان ما يتحشمش منها، علاش يتحشم منها يعني؟ لا وكويسة يعني اعتقادي الشخصي إنها تفتحوش يعني ما بتنقص من اللوطة؟ كم بتنقص؟ 4 سنتي. ناخذ مني لي 4 سنتي ما ولا نقيس لك انت طولك؟ لا مش لي الواد. 4 سنتي باي تمام. اسمع، كان ما هربش الضي والجو مليح والحظ باهي باذن الله، غدوه العصر جيت اخذ لان في طلبيات قدام. كان هرب الضي بالله ما تزعلش مني، يلا غالب الضي هو اللي خنقنا وانت عارف. عارف الوضع تمام، متفقين خلاص. غدوه باذن الله مر علي العصر باذن الله تلقواتي، كان ما هربش الضي خلاص تمام 100 وصل لمكان هاي خلاص تو ندير لواصل والامور طيبه خلاص تمام 100 كلفك 5 جنيه ها. هذه احد المشاكل اللي نعانوا منها احنا كخياطين او دارزيين، مشكله المواعيد. في اللي يجيك مسكين يبي مستعجل، يبي حاجه تطول، بيهرب الضي شو ندير انا؟ ما يتقبلش، لكن بصراحه يعني الاغلب متقبل. اذا كان مثلا الضي ما هربش معناها احنا بنكون مع الزبون بكل مصداقيه، لكن لما يهرب الضي لازم نبينوا له، زي الزبون اللي جاني توا اضطريت ان نفهمه وضعيه الضي يعني. راهو الضي اذا كان هرب مشكله، والضي مرات يهرب 4 ساعات 8 ساعات فبيستنى، كان مش غدوه بيكون بعد غدوه. ممكن هذه هي اللي تخلي مثلا عدم الثقه ما بين الراجل اللي يخدم خياط او ما بين الزبون، هي المواعيد. اهم حاجه المواعيد في التسليم والدقه في الخدمه. الحمد لله اغلبهم دقيقين في الخدمه، لكن المواعيد هي مشكلتنا احنا في الضي، بس لا اكثر ولا اقل. بالنسبه للامور هذه، الامور الخياطين والامور هذه بصراحه توني نعتبر ما عشش معاهم هلبة يعني، لكن على حسب الهدرزة معاهم إن بصراحة الموضوع في قمة البساطة يعني. لكن يبي ديات، يبي خبرة، يبي واحد يتعلم، عنده نية يخدم رزق حلال، ما يقعدش راقد في الحوش. خزي أنا نقول فيه المرارة يعني، مش لشيرة. فاعتقادي أنا متأكد إن الكل حيوافقني في الرأي، لأن خدمة خياط ما هيش عيب يعني، ما هيش عزارة يعني، ما هيش تقلل من قيمة الرجل، أو بالعكس ما دام عندك الموهبة ما تخليكش محتاج، ما تخليكش تقولك أعطيني، ما تخليكش تقولك تسلفني، لا خشمك فوق وتفتح حوش وتدير سيارة كويسة وتقدر، ما مش لازم تخدم من الصبح للليل، تقسم وقتك لو عندك زباين. مهنة أساسها هواية وعلم وقراية مليانة أسرار وأفكار، تعتمد على التنسيق بين حركة العين واليد في نفس الوقت، تمنح صاحبها الصبر وتكسب شعور الثقة بالنفس. إن شاء الله ربي يهديهم، إن شاء الله ربي يعاونهم، وإن شاء الله يحطوا عقولهم في روسهم. وآخر جملة بنقولها، الدارزي أو الخياط ما هوش عيب، رزق حلال ما هوش عيب. السلام عليكم.